حزن ذاتي وناجات ابتدن ويروحة حسين دموع اكتب عباراتي طريقك كربلا منين اريد امشي قلب دامي وزور ارغام يا امين وسطاني حلم غافي حلم شوفت ضريحين اشوف قبرك واطوف واتشبي الطفوف واستمع بكائي حاجتي يا ربي السماء يا مقابر مهجة فاطمة. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصحف الجلل باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام. أريد قد يسأل سائل إنه شنو اللي يخليك رغم كورونا أنت جاي تزور وتخدم الزيارة؟ والله شغلة تحدي مولانا، يعني هاي الزيارة العظيمة ما تمنع لا كورونا لا جسمه لا هذا، يعني أي شيء نسويه قليل بحق الإمام الحسين عليه السلام. ما خفت في اليوم؟ لا أبد والله أبداً أبداً. عقيدتنا إن شاء الله مترسخة مترسخة، الله شاهد ورقي. أبليت شنو رأيك بالشباب اللي موجودين اليوم بالزيارة كخدم كزائرين؟ والله يعجز اللسان يعني نوصف عنهم بخدمتهم بأداهم بترتيبهم بكلامهم، يعني الحمد لله وشكر ما بذر منهم في شيء مو زين أبد إن شاء الله. الله يحفظك. شنو الكرامات اللي استشعرتها بحياتك؟ والله فد يوم عندي كان طبخ لأحد الأشخاص بالمنطقة، أنا أعمل طباخ. الله يحفظك رحم الله والديك. فجاي نطبخ وبهالأثناء جدر جاي نسوي به دهن فوري أذبه للتمن، فذبيت الدهن بالجدر شوية فاح الدهن اللي فوق، يعني أول مرة يصير يعني عندي صراحة. فمن شلت الدهن درته بالجدر ولا باوع لاحظ في كتابة يا حسين، يعني مكتوبة كتابة الله شاهد ورقيك. أي والله. شنو بعد مرة فيه؟ ويوم من الأيام هم هنا بالموكب هنا عندنا الحمد لله وشكر عندنا حد زائرات جت وطلبت من عندنا قبل تقريب يعني سنتين مو هو، فعدي أنا مبخرة صغيرة يومي العصر أطلع بأخر بيها وكذا وهاي، فإجت قالت يابا عندي بنتي مرتين وصير عندها ذرية وما تصير وهذا، قلت لها هاي من بركات الحسين، طيتها بخور وطيتها فشي من الموكب إنه من التمن عندنا كان، فأجتني ثاني سنة قالت يابا ببركة الحسين بنيتي صار عندها وليد والحمد لله وفضل من الله، ولحد قبل يومين الله شاهد أجتني وقالت يابا صار عندها حسن وحسين. أي والله، وكل ما تجي المرة خطية تجيب هلا الله قاسمه للموكب وبركات الحسين. بالعادة لما تكمل خدمة أكيد تتوجه للزيارة. توجه للزيارة إحنا والمكادر. أهم دعاء تحس إنه أنت لازم تدعي هذا الدعاء شنو؟ هو دعاء ندعي لأمة محمد والشيعة أمير المؤمنين اللي بالداخل واللي بالخارج الشفاعة بهواي هواي شغلات، يعني ما أعرف شو أقول لك إنه دعاء. وين مرينا بظروف من قبل 2003 إلى بعد 2003 من الطائفية من القاعدة بعدها داعش واليوم كورونا، ما منعنا شيء من زيارة الإمام الحسين. أعتقد إنه ممكن نمر بظروف يخلينا نبتعد عن الزيارة؟ مستحيل مستحيل، يعني ما يجينا بعد أقوى من هذا الظرف اللي مرينا به مال كورونا مو، والناس تتحدى وتجي وتلاحظت ذيك الفترة من كان أكو منع وهاي العالم تتحدى وتطب فد متاهات وهاي في سبيل يريد يوصل الضريح الإمام الحسين لأن هو باب من أبواب الله. شنو الفلسفة بالموضوع؟ شنو الفكرة من الموضوع إن إحنا لازم نوصل؟ شنو اللي هو حب قدم الإمام الحسين لأتباعه لأنصاره؟ هو يقدم يعني اللي يضحي بنفسه وبعياله وبماله، يعني هذا يعني في شيء عظيم مو؟ الله يسلمكم، عظم الله أجوركم، وأنا أشكر قناتكم المباركة والله يحفظكم ويحفظ الكادر كله، الله يسلمكم، ممنون. حزن ذاتي و
مناجات ابتدن ويروحة حسين دموعك تيب عباراتي طريقك كربلا منين أريد أمشي قلب دابي وزور أربام يا آمين وسطاني حلم غافي حلم شوفت ضريحين أشوف قبرك وأطوف وتشبي الطفوف واستمع بكائي حاجتي يا ربي السماء يا مقابر مهجة فاطمة.